السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. وانتم ما تشوفوا في هاد لا فيديو تاع اليوم كما شفتوا في العنوان، درت هجوم على المطبخ، تنظيف عميق. قولوا لي برك في التعليقات شكون بدات التنظيفات تاع رمضان ان شاء الله، وشكون مازال ما بداتش. يعني ان شاء الله لا فيديو هذه تكون تحمسكم باش كامل اللي مازال ما بداوش ان شاء الله ينوضوا يبداو. فقط حبيت نوصل واحد الميساج من خلال هذا الفيديو بالنسبة للنساء العاملات، ولا اللي عندهم تربية، ولا اللي عندهم صحتهم هكا على قدهم، نقول لهم ما تعجزوش على التنظيف العميق، فقط لازم تجزئوه. يعني مثلا المطبخ كل نهار ديروا ان كوان ولا ركن هكا وتنقيوه، بشرط انكم تبداو هكا من البلافون وتهبطوا. يعني تنقيو هذا الكوان مليح، وغدوه من داك تنقيو كوان واحد اخر، حتى يفوتوا 3 ايام 4 ايام يكون المطبخ تاعكم يعني يشعل شعيل. بالنسبه لنهار اليوم انا بديت بهذا الكوان، هذا الركن تاعي اللي راح نبدا به اليوم، فيه لا كويزينيير وفيه الفوغ الكتريك، فيه العجانه ايضا، وهذا لي زيتاجر. نحاول يعني ننظفه كامل وندير له تنظيف عميق. اول حاجه نبدا بها رايحه نحي كل شيء، اكيد بما انه تنظيف عميق رايحه يعني تكون فيه رغوه ويكون فيه الماء، يعني لازم كل شيء يتنحى. نحي كلش، فوالا. بعد ما نحيت كامل هاد الاواني، هادو كامل رايحه نغسلهم، رايحه نفيديهم، نغسلهم، نشفهم مليح، ونعاود نرجع كل حاجه في بلاصتها. لكن قبل هذا رايحه نروح لهذاك الركن ونبدالو من البلافون ان شاء الله، ونهبط نقيه تري تري بيان. راح نستعمل اليوم في التنظيف جافيل جل امير، ورايحه نستعمل ايضا هذا الجل تاع نايا اللي كنت هدرت عليه في فيديو سابق، عجبني بزاف خاصه الريحه تاعو. رايحه نحك اليوم بهذا اللافيت اللي تكون شويه طريه، ماشي من نوع اللي بزاف حرش. رايحه نبدا ان شاء الله من البلافون ونهبط ندير كميه تاع الماء ونحط فيها هذاك الجل، ونبدا نحك ان شاء الله في لافايونس. اما بالنسبه لي زيتاجير هذوك نمسحهم فقط بشيفونه سبيسيال، يعني نمسحهم جيدا من الفوق ومن التحت، ومن بعد نروح مباشره لافايونس. بعد ما حكيت مليح لافايونس تاعي وشللتها بالماء صافي، كما راكم تشوفوا راح تولي تلمع، والريحه اللي تخليها نايا هذاك الجال تاع نايا تكون ريحه هايله، اللي هي ريحه النظافه.
والان رايحه نفرش هذا باش نغسل الماعن، نحطهم هنا يقطروا شويه ونمسحهم جيدا ونرجع كل حاجه في بلاصتها. اذا هذا الماعن كامل كيما راكم تشوفوا، اكسسوار باللارات ولا دي شوب، يعني كل حاجه رايحه تتغسل. دائما كي يكونوا عندكم دي زيتاجر هكا في الكوزينه، على بالكم مع لافابور وكامل لازم مره على مره يتغسلوا. اذا غسلتهم كامل وحطيتهم هنا رايحين يقطروا شويه، ومن بعد ان شاء الله نمسح نمسحهم جيدا ونرجع كل حاجة أكيد لمكانها. وحتى هاد البلارات اللي كانت فيهم القهوة والسكر، يعني غسلتهم، وغسلت هاد القدور اللي كنت حطتهم كديكور، وغسلت أيضا الأكسسوارات تاع العجانة. بقات لي فقط هذو تاع لي زيبيس، دوك رايحه نحي كامل لي زيبيس اللي قعدوا لي، نغسلهم كيف كيف مليح ونشفهم وندير اكيد دي زيبيس جدد في بلاصتهم. بعد ما كملت كامل ما غسلتهم، رحت لجزء واحد اخر اللي هو مور لا كويزين. يعني هاد المنطقه على بالكم تتراكم فيها بزاف الزيوت، يعني مره على مره لازم نديروا لها رغوه شابه ونشلوها مليح. اذا حكيتها بنفس الجل اللي هو نايا، وهذيك لافات يعني ساعدتني بزاف لانه شويه حرشه، ماهيش خشينه بزاف لكن تفي بالغرض. يعني حكيت مليح بهذاك الجل يعني كامل المنطقه اللي مور لا كويزينيا، ومن بعد شللتها بيان سور بالماء. لازم تشللو بغزاره، وحتى الارضيه لازم ما تنساوهاش تحكوها جيدا وتشللوها بغزاره حتى يولي الماء عندكم صافي. فوالا هذه هي خياتي. بالنسبه للاكويزينيير بزاف يسقسيوني على لي برودوي اللي نخدم، يعني نقي بهم لاكويزينيير. انا نقول لكم لاكويزينيير ما نخلطش فيها بزاف، عندي فقط جيف هذاك تاع الليمون نحب نحك به لاكويزينيير، يخرجها لي تشعل، يعني هذا الاصفر اللي الريحه تاعو تاع الليمون. كاين ايضا واحد اخر ابيض، لكن انا يعجبني هذا بزاف لانه يعني عنده ريحه شابه ويخلي لمعان هايل في لاكويزينيير. نحك به لاكويزينيير تاعي ونحك به حتى السجاج تاع لاكويزينيير، يعني ما يخليش الاثار في الزجاج. فوالا بعد ما مسحت مليح لاكويزينيير تاعي ورجعتها لمكانها، لقيتها ل 12، يعني من 9 حتى ل 12 وانا فقط في هذا لوكوان. كما شفتوا انا ما صورت لكمش كامل التفاصيل لانه لا فيديو تجي بزاف طويله، لكن تاكدوا بلي التنظيف العميق دائما يدي لنا وقت. اذا مباشره رحنا تناولنا وجبه الغداء. بالنسبه للفطور انا اليوم ما طيبتش، كنت طيبت البارح اون سوب مع ان غراتان، كلاو لي لو غراتان وخلاو لا سوب. فطرنا اذا بهذيك لا سوب وزدت معاها فقط سلطه مشكله والحمد لله. وبعد ما كملنا تناولنا وجبه الغداء، رحت مباشره كيما نقولوا قبل ما يبرد في الدم، كملت الارضيه، درت جافيل جل هذا اللي زعما بزاف بنات سقساوني على الارضيات باش نسيقها. انا ما نخلطش بزاف، نستعمل فقط جافيل جل
وندير معاه يعني بعد ما نكمل كامل نشلل، ندير لافصول يعني اللي تكون ريحته مليحة كيما تاع امير، يعجبني بزاف فقط للرائحة، لكن للتنظيف نخدم بهذا الجافيل اللي يكون عبارة عن جل. اذا حكيت مليح الارضية وشللتها هي ثاني بالمصافي حتى ما يبقاوش الاثار في الارض. وبعدها فوت فقط بالمكنسة هذه العجيبة حتى يعني تنشف الحالة بالخف، وفتحت أكيد النوافذ، كان الجو شباب ويعني الشمس ودخلت طاقة إيجابية، ومع النظافة وريحة النظافة ما نحكي لكمش. بعد ما كملت الأرضية تاعي ونشفت، رحت مباشرة للمعان تاعي اللي كانوا قطروا مليح، نشفتهم جيدا يعني نشفتهم ورجعت كل حاجة لمكانها. كي تشوفوا هكا الأواني يلمعوا يعني فعلا تجيكم واحد الطاقة رائعة للتنظيف أكثر في اليوم الموالي. يعني دايما حاولوا كي تقسموا هكا المطبخ تاعكم وتبدأوا جزء جزء، يعني تحمسوا أكثر أنكم في اليوم الموالي تزيدوا ديروا الجزء اللي بقى لكم يعني بكل طاقة، يعني بلا ما تخدموا وانتم كارهين، لا تخدموا شغلكم وانتم فرحانين أكيد. إذا مسحت هاد البلارات ورجعت فيهم، درت فيهم القهوة والسكر، وهذيك صغيرة درت فيها الشاي، كانت واحد المشتركة قالت لي ديري فيها الشاي أحسن من كنت دايرة فيها قهوة حب، قالت لي ديري فيها واحدة سكر واحدة قهوة وواحدة ديري فيها الشاي، ديت برايها ودرت فيها الشاي فعلا، وكملت مسحت كامل لي شوب وكل واحد أكيد رجعته لمكانه. وبالنسبه للبنات اللي مازال ما بداوش التنظيف، نقولهم ان شاء الله هاد لا فيديو تحمسكم وتنوضوا كامل ان شاء الله، تبداو يا ربي تبداو هكا بالعقل جزء بجزء حتى تكملوا ان شاء الله المطبخ تاعكم. وكيما راكم على بالكم يعني ما بقاش بزاف ويدخل علينا شهر رمضان، ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا، وكي يدخل تلقاو المطبخ تاعكم يعني يشعل شعيل، ويعني التنظيف يقعد لكم هذاك التنظيف اليومي اللي هو خفيف خفيف، ويبقى لكم وقت إن شاء الله للعبادة للصلاة والقراءات القرآن. فوالا هذه هي خياتي بعد ما رجعت كل حاجة لبلاصتها كيما راكم تشوفوا، يعني فريمون النظافة تعطينا واحد الطاقة إيجابية يعني لا مثيل لها، يعني تكوني كارها كي تشوفي الحالة هكا تشعل وتشوفي الدنيا نقية رايح يطلع لك المورال وتولي أكيد عندك هذيك الطاقة الإيجابية باش تزيدي تنظفي أكثر وتنظفي أماكن أخرى أيضا. إذا بعد ما كملت هذه هي النتيجة النهائية بالنسبة لهاد لوكوان برك كيما فهمتكم. إن شاء الله الميساج اللي حبيت نوصله اليوم يكون وصلكم، ونقول لكم حافظوا على الصحة تاعكم خاصة بالنسبة للمشتركات اللي راهم يشوفوا فيا اللي عندهم ربما آلم في الظهر ولا عندهم يعني مشكل صحي، نقولكم حافظوا على صحتكم لانه الصحه ما كاش اللي يعطيها لكم، دائما حاولوا تنقي ولكن في المعقول يعني على حساب صحتكم. وفي الاخير نقول لكم ما تنساوش ترطبوا الايادي، هذا شيء مهم جدا بعد استعمال مواد التنظيف لازم ترطبوا يديكم، يعني خاصة اذا كنتوا كيمانا ما تستعملوش قفازات خاصة بالتنظيف، لازم تعتنيوا بالايادي تاعكم. وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله الروتين تاع التنظيف تاع اليوم يكون عجبكم، ونقول لكم قولوا لي في التعليقات كل وحده فيكم دارت التنظيف ولا مازال، وخليوا لي تعليقاتكم الرائعه. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لايك. نقول لكم في الاخير نحبكم بزاف، تهلاو لي في روحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.